انت تفضل. عبد الله القلقيلي مفتي الديار الاردنيه في الخمسينات، كان اسمه عبد الله القلقي. نعم. لان كثير من البنات في هذه الايام يعني الشيطان يسول لهن التبرج، بحيث ان اذا ما تبرجت لفت احدث موديل ما بتشتغل. ما بتتزوج لسه، خلينا على الزواج. نعم كلامك صحيح، لو ظليت على ما تزوج. فبعض الفتيات يخرجن متبرجات او لا يتقيدن بالحجاب، وتجد تشجيعا من مين؟ من امها، بنتي بالبقلها. ثم لما قال؟ لكي تتزوج، لكي تتزوج. وحقيقة إخواني في الله، هناك من أعان هذه البنت على هذه المعصية. من؟ قلنا الأم، خلصنا من الأم، ظلكوا على الأم. آخر، من الآخر الذي أعان هذه الفتاة وأمها على هذه المعصية وهذا المبرر؟ في الأخير الله يجزيك الخير. ما يعني خلصنا من الأم حطينا في الأب؟ لا، حماية الأسرة، وده يحبسنا. الشباب عشان ما تزوج. قربت بس. من يسمع المدينات؟ آخر محاولة. المجتمع. كيف يعني المجتمع؟ مش فاهمين. مش متجوز، ما أنا بقول لك يا زلمة. أبو يوسف، الله يجزيك الخير. الله هذا سلامتك وتعيش. بعد ما تجوز خلاص، هذا قال لك يستفط. في الأخير الرجال الذين يتطلبون مواصفات يتنزلون في مواصفاتهم، يعني ما بدهم شرعية بمعنى آخر. أيوة أحسنت، هذا هو الجواب. الشباب الذين تزوجوا المتبرجات، فتصبح تقول انظر هذا شاب في المسجد ويشهد الجماعة وخمس صلوات، وبس تزوج تزوج ايه؟ متبرجة. اذا اللي بيشهد الخمس صلوات في المسجد لم يتزوج صاحبة الديانة والاستقامة، فيأتيها الشيطان تبرجي حتى ايه؟ تتزوجي. فتشاور امها، طبعا يا ابنتي احنا الشيطان ضحك علينا. فيوجد لي لهن مبررا. فانتبهوا إخواني في الله إلى فاظفر بذات الدين. لابد من بيت أبيها أن تكون صاحب الدين. أما خذها قال بتسلفها عندك، شو بتسلفها عندك؟ من سلفية من دار أبوها، من بيت أبيها سلفية. شو سلفية؟ يعني لابس نقاب؟ مش كفاية، مش حافظة شروط لا إله إلا الله؟ وين سلفية يا حبيبي؟ فبالتالي تنبهوا إلى هذا الشيء المهم.